أهلا فيكم حبايبي برج الحوت. من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر، القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها تكون طاقتها مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في بالفيديو إشي ممكن يساعدك أو إشي تستفيد منه، إشارة أو مقطع صغير ممكن تحس إنه تستفيد منه. فخذ من القراءة الشيء اللي بيناسبك واترك، أو الإشي حتى الإيجابي واترك السلبي أو الشيء اللي بتحسه مش عم ينطبق عليك. بدنا بس ناخد كروت توضيحية، وبعد هيك رح نشوف طاقتك، طاقة الحبيب، وشو هي خطواتكم في المستقبل، وأيضا مصير العلاقة في المستقبل. طيب نبلش بطاقتك بالأول يا برج الحوت. برج الحوت مبين عندي كتير عم يعاني من الأرق أو الأنكزايتي أو التوتر. عم تمر بتغيرات جذرية بحياتك يا برج الحوت، وفي عندك عم تحس بصعوبة بالتقدم إلى الأمام أو بالتقدم مع الشريك. في عندك بداية عاطفية جديدة أو في شخص بحياتك جديد لسه، ما ممكن تكون أنت وهالشخص فقط أصدقاء، لسه ما فتوا بعلاقة مع بعض، ولكن في عندك بداية جديدة بحياتك، وانت عم تحس انه طبيعة العلاقة بينكم تقليدية او روحانية. ممكن ايضا عم تفكر كيف تتواصل مع الحبيب بطريقة روحانية، يعني ممكن عم ترسل له رسائل روحانية. عم شوف في عندك تغيرات حاليا عم تمر فيها، تغيرات ممكن تكون صعبة، ممكن انت تكون بوضع حاليا مش عم تعرف تنام بالليل أو متوتر، في إشي شاغل بالك، ولكن في عندك تقدم ملحوظ أو رح يصير. أو ممكن أنت حاليا عم تتقدم مع الشريك ومع الحبيب، ولكن في عندك لسه بعض المخاوف أو التوتر اللي ممكن تحسه من ناحية الحبيب. طيب نشوف طاقة الحبيب شو هي. الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير صبور، patience. أيضا ممكن يكون شخص من برج ترابي، لأنه الأبراج الترابية عادة ما بتكون بطيئة بالحركة أو بطيئة باتخاذ القرارات. عم شوف في من جهة الحبيب أو جهة الشريك اللي عم تتعامل معه في دفاعية أو في تردد، أو هالشخص اللي أنت معه حاليا باني سور حول نفسه، مش عم يسمح للعلاقة إنه تتطور، مش عم يسمح لك إنه تفوت على قلبه. أيضا هالشخص عنده justice card، عم شوفه شخص حقاني، مشان هيك هو بطيء بالحركة، بيحب يحلل الأمور ويدرسها صح لحتى يطلع بالناتج الأفضل. أيضا هو شخص دائما بيحب يكون هو اللي على صواب، أو هو اللي كلمته تمشي، هو اللي يطلع منتصر، مشان هيك بيتردد بأخذ القرار. الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون عم يمر ب في عنده اختيارين، أو عم يمر بمفترق طريق حاليا، وعم يحاول يختار أو يوازن أو يعادل بين شيئين، ممكن بينك وبين الشغل، ممكن
بينك وبين شخص آخر أيضا. طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا، وشو ممكن يكون بعض من أسباب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع أكثر. rejection، ففي شخص أو في عم تحسوا إنه أنتوا مرفوضين من قبل الطرف الآخر، لأنه الطاقة هاي مشتركة، ف انت عم تحس بالرفض منه وهو ايضا عم يحس بالرفض منك. عم شوف انه انتو شوي مشوشين تجاه بعض، ما في عندكم طريق واضح، في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل، يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي او مجهود انفرادي. عم تحس إنه بدك يكون في شراكة أكتر بالعلاقة، بس الوضع بينكم مرات بيكون إيجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير، لأنه مرات الوضع بيكون كتير منيح، عندك the sun card من أفضل الكروت بالتاروت، ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب أو رفض لتقبل العواطف بينكم. في أيضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة أو كتير يعني في شخص أو ممكن أنتوا الاتنين بتحاولوا إنه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع. في عندكم نزاع على السلطة أنت وهو. طيب نشوف خطواتك في المستقبل، أو ما هي خطوتك المستقبلية. عم شوفك عم تركز أكتر على هوم، على وضعك العائلي، على عائلتك، على أهلك، عم تحاول توفر لإلهم متطلباتهم. أيضا عم شوف إنه ممكن إذا أنت بعيد عن البيت عم تحاول إنه إذا أنت بسفر مثلا بعيد عن البيت عم تحاول إنك توصل إلى عائلتك، أو بالمستقبل للبعض منكم تفكيرك رح يكون بأي علاقة بتفوت فيها تفكير إنه بدك تستقر أو بدك تلتزم مع شخص من أجل إنك تستقر، لأنه أنت أيضا بتحس إنه أو رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل، مع إنه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي، ما في صراحة تامة رح تكون، إلا إنه أنتو رح تنظر لهالشخص وكأنه سولميت أو رفيق درب. عم شوفك بالمستقبل أيضا شوي منغلق رح تكون أو منعزل، لأنك عم تبحث عن إجابة لإشي معين. أيضا عم شوفك رح توفر من الناحية المادية، أو رح تكون متحفظ أكتر بمشاعرك، يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك. عم شوف إنك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص. عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وأيضا على الجهة المادية، لأنه في عندك كتير مخاوف، ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار. طيب نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك في المستقبل. مبين إنه الحبيب أو الشريك اللي عندك كتير ريجيد أو بيحب يمشي على نمط معين، ممكن يكون مش مرن عقليا أو مش كتير متقبل آراء أخرى، ف عم شوف إنه هو بالمستقبل رح يركز أكتر من ناحية إنه كيف يكون مرن أكتر، كيف يتقبل أفكار أخرى أكتر. أيضا عم شوفه في عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله، عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع، عم يحاول أيضا يبعد عن
عن إنه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير كتير حادة. أيضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون The Lovers، فهالشخص أيضا بينظر لإلك بالمستقبل، بيشوفك أو بده نوع من الارتباط معك، نوع من الالتزام معك. أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة، عم شوف عنده Ace of Wands، فهو بيطمح إلى بداية جديدة بينك وبين هالشخص. ممكن هو أيضا يمر بمرحلة إنه لازم يختار شيئين أو ياخذ قرار بين شيئين معينين، شغل أو بين شخصين معينين، لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك أكتر، بده العلاقة بينكم تتطور أكتر أو يكون فيها انفتاح أكتر، تقبل أكتر. نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك أكتر. طيب نشوف طاقتكم المشتركة في المستقبل شو هي. في عندكم تغيير رح يصير، انقلاب تام للأمور. يعني إذا أنتو مش عم تحكوا مع بعض حاليا أو في فترة انفصال، البعض منكم اللي بيحس إنه العلاقة مش رح تتصلح أبدا أو ما في إلها نهاية أو مستحيل إنه أكون مع هالشخص، هل هالكرت بيحكي مثل تغير 180 درجة؟ أيضا في عندك Ace of Wands نفس هالكرت، يعني في عندكم بالمستقبل بدايات جديدة، The Sun card. الوضع بينكم في المستقبل رح يكون إيجابي أكتر من هيك، أكتر من اللي أنت عم تمر فيه حاليا، برغم إنه أنتم مريتوا بصعاب بالماضي وكان في بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة، إلى إنه بالمستقبل في عندكم بدايات جديدة بالعاطفة، برج الحوت. أيضا قبل ما أكمل بدي أحكي لك شو الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها. ممكن عم تتعامل مع أبراج نارية، أبراج مائية، أبراج هوائية، ممكن عم تتعامل مع برج الميزان أو برج الجوزاء، برج الجدي أيضا، ولكن ممكن يكون أي برج آخر. أنا دائما بنسى أحكي الأبراج لأنه بركز أكتر على الطاقة، إنه ممكن يكون مش نفس هالأبراج اللي عم بحكيها، ولكن الطاقة اللي عم تطلع من هالشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي. فنكمل طاقتكم المشتركة. برغم الصعاب اللي مريتوا فيها بالماضي، إلا إنه عم شوف في تطور كتير ملحوظ في المستقبل. أيضا في تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص، وفي عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية. يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان ملخبط أكتر ومتقلب كتير، بالذات من ناحية برج الحوت لأنه عندك Nine of Swords، فأنت كنت كتير في عندك مخاوف تجاه الشخص وتجاه العلاقة. عم شوف في عندكم نضج عاطفي أكتر بالمستقبل، في تواصل سريع رح يصير بينكم، في تفاهم أكتر رح يصير بينكم. بما إن الطاقة هاي مشتركة بينكم، فأنتوا رح توصلوا إلى نوع جديد من البوندينج أو نوع جديد من الترابط، بمعنى إنه أنتوا رح توصلوا إلى مرحلة تكونوا فيها مستعدين إلى إنه تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي في طريقكم. أوكي حبايبي برج الحوت، معلش كانت قراءة قصيرة، ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة، يعني ما حسيت إنه فيها أي إشي بحب إني أوضحه أكتر أو أتعمق فيه أكتر.
يعني الطريق عم شوفه أو خطواتك وطاقتك كتير واضحة مع هالشخص، الأوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة. أوكي يا حبايبي برج الحوت، فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت، بتمنى إنه القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب وتفعل جرس الإنذار لحتى يوصلك كل جديد. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو.